فاطمة ليش عم تبكي؟ مشان الله ساعديني. بعيوني بساعدك، بس قولي لي شو القصة؟ هربيني من هون. شو؟ وين بدك تروحي يا مجنونة؟ بعدين ليش بدك تهربي؟ أنا مستحيل أتجوز رجال بهالدنيا كلها غير ياسين. بعرف، بس نحنا بدنا نستر الفضيحة اللي صارت. لا يا عزيزة، حتى أنت عم تقولي فضيحة؟ هي داية كشفت علي، مو بس طلعت طاهرة، طلعت أطهر من طهارة كمان. أنت بتعرفي إنه هي عاداتنا، البنت إذا بتنكشف على رجال غريب بتصير فضيحة ومصيبة كمان. يعني ما بدك تساعديني؟ بلا، بس مو بالهرب. كيف لكان؟ انت ما بدك تتجوزي عادل، مو؟ ما رح اتجوز غير ياسين ولو بدي عنس. طيب، معناها هلا اسمعيني شو رح تساوي. بتروحي بتدقي الباب على غرفة عادل وبتقولي له انه ما بدك تتجوزي. صدقيني عادل شب جدع وبيعجبك، اكيد رح يصف معك. وإذا فاقت عمتي؟ اي والله لا تنتفني. عمتك هلا بسابع نومي، يلا قومي. يلا فاطمة قومي لساعتك قاعدة. يلا يلا. أنا فاطمة، مشان الله عايزتك بشغلة، بس بدي إياك تفهمني كتير منيح. شو هالشغلة؟ عادل، هلا أنت بترضى إنه تتجوز وحدة قلبها وعقلها مع غيرك؟ أعوذ بالله، أكيد لا. مشان الله فهمني، أنا ما راح آخذ رجال غير ياسين، والله ما بتخيل حدا غيره بالدنيا يلمسني. لهالدرجة بتحبيه يا فاطمة؟ وأكتر. نيالو نيالو، خلص أنا بكرة راح أقول لأمي ما بدي هالجوازة كلها. روح إلهي، الله يوفقك ويجبر بخاطرك مثل ما جبرت بخاطري يا حق. صباح الخير. أنت من أهلي.